فقلت شنو قانون الجواري؟ فقالوا قانون الجواري يعني قال لي المفتي قانون الجواري ان لازم تكون دولة مسلمة غازية دولة مسيحية او سوري او دولة غير ليست على دين ليست على دين الاسلامي واسرى يعني لازم يكون اسرى حرب. يعني قلت هل هو حرام؟ قال لا بالدين مو حرام الجواري ليس بالدين حرام بالعكس الجارية قانونها غير عن قانون الحرة الحرة عورتها جسمك كلها إلا وجهها ويدها أما الجارية من السرة وتحت يعني تختلف عن جدا عن الحرة والحرة لازم بعقد زواج وهذا الجارية لا فقط يشتريها وخلاص كأنها يعني تزوجها فتختلف الجارية عن الحرة طبعا هم كذلك هنا بالكويت سألت ناس مختصين متدينين وهذا فقالوا لي يعني قالوا لي صح مشكلة استغفر الله يا ربي الرجل الملتزم أو الرجل الدين يعني مو إلا ملتزم حيل يعني كل رجل سوي بدينه يعني ويكون عنده خير الحل الوحيد إنه لازم يكون عنده يعني إذا لا يريد أن يأتي نساء بالحرام يعني إذا كان يعني مبتلى بالفتنة إنه يعني هذا هو الموضوع إنه يعني يشتري جواري أنا صراحة أتمنى أن يسنون قانون لهذه الفئة ويفتحون يعني الباب لهذا مثل ما فتحوا باب الخدم المكاتب وهذا يفتحون باب الجواري ويسنون قانون صحيح يعني إحنا ما نبيع يعني يضعون بالهاوية استغفر الله يا ربي الله من أصغر كتب إليك بالزنا والقاذورات هذه وإن شاء الله يا ربي يا كريم خير وأنا الصراحة أنا الدول اللي أشوف إنها يعني مثل الشيشان اللي هي بينها حرب وبين دولة ثانية أكيد في أسرة فروح اشتروا هذول الأسرة يعني مو أفضل يذبحهم الجوع هناك روح اشتروهم وش اسمه شغلوا هذا وبيعوهم على هني التجار على بالكويت